السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. أنا توتي ودي قناتي. لو أول مرة بتزوريني اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس على كلمة الكل ليصلك كل إشعار جديد بكل وصفة أنا بعملها إن شاء الله. هنعمل مع بعض النهاردة إيه؟ هنسلق اللحمة. هي مفيهاش افتكاسات، لكن شوفي طريقة توتي هتلاقيها بسيطة وسهلة، لكن في نفس الوقت هتاخدي طعم جميل للحمة وألذ شوربة هتدوقيها بطريقة توتي. تابعي الفيديو عشان تعرفي التفاصيل. عندي الحلة بتاعتي، انا كان عندي حتة دهنة في اللحمة بتاعتي فسيحتها الاول عشان ابتدي ادي صدمة للحمة بتاعتي. واضح كده شيء؟ زي ما انتم شايفين الحلة سخنت جدا، هبتدي بقى ادي صدمة للحمة بتاعتي على المادة الدهنية اللي طلعت من الدهنة، حتة الدهنة اللي كانت في اللحمة. صدمة اللحمة دي مهمة جدا، انت بتقفليها من كل الاتجاهات، تقفلي المسام بتاعتها عشان تحتفظي بالسوائل جواها عشان تاخدي طعم حلو للحمة بعد كده. وتشويح اللحمة في البداية بيسرع من التسوية، انت ما تشوحيها شوية هي كده دخلت في نقول مثلا 20% من التسوية، بعد كده بتدخل في التسوية الكاملة بالتدريج طبعا في الشوربة بتاعتها. حاولي اللحمة تكون بعيد عن بعض كده عشان تاخد من الحرارة والمسام بتاعتها تتقفل بسرعة. طبعا كل ما يكون نوع اللحمة بتاعتك كويس كل ما هتاخدي طعم جميل للشوربة، واللحمة نفسها هيبقى طعمها حلو. في ناس بقى بتحب اللحمة الدسمة، في ناس بتحب اللحمة بالدهون كتير بالعظم، طبعا دي حاجة بترجع لك انتي حسب نوع اللحمة. كمان في ناس بتحب اللحمة الكندوز، اللحمة الشمبري، طبعا في انواع كتير من اللحوم. بصوا هي اخدت صدمة، شايفين اخدت لون بني فاتح زي ما انتوا شايفين كده. هبتدي انا احركها على الاتجاه التاني عشان انا عايزة احنا تاخد لون كده بني فاتح من كل الاتجاهات. طبعا كل ده درجة الحرارة تحتيها عالية، مش هتوطي دلوقتي خالص. انا اهم حاجة ان درجة الحرارة تبقى عالية علشان تقفلي المسام بتاعة اللحم. زي ما انتوا شايفين كده هي اخدت لون من على الناحية دي وهقلبها على الناحية التانية، وهفضل اقلبها عن كل الاتجاهات علشان تتغلف كده باللون البراوني الفاتح الجميل اللي انتوا شايفينه ده. اثناء المرحله ديت انا كنت بغلي ميه على النار علشان اضيفها عليها. طبعا يعني حذاري تحطي ميه بارده، اللحمه هتقفش معاكي ومش هتستوي وهتبقى مش حلوه خالص. حطي لها ميه سخنه عشان تساعد في النضج بسرعه وتدخل في مرحله الغليان بسرعه، ده هيساعد ان اللحمه بتاعتك تبقى طريه في النهايه بعد التسويه. لكن لو حطيتي ميه بارده المسام بتاعتها بعد السخونية اللي هي كانت فيها دي هتقفل فجأة، وهتلاقي اللحمة بتشد معاكي وهتاخد وقت طويل جدا على النار. هسيبها بقى لحد ما تغلي ونشوف بعد كده هنعمل ايه. هي اللحمة ابتدت تغلي وطلعت الريم بتاعها. الريم ده اللي هو الرغوة اللي بتبقى على وش الحلة دي لازم تتشال علشان تاخدي طعم جميل للشوربة بتاعتك. كل ما تغلي هتطلع الريم ده او الوش ده فانتي لازم تشيليه. هي في اول ربع ساعة تقريبا كده من الغليان هتبتدي تطلع الريم ده، بعد كده هتوقف ومش هتطلعه. انا مش هضيف اي منكهات في المرحلة دي، انا محتاجة بس ان اللحمة بتاعتي اشيل الريم بتاعها واشوف الشوربة بتاعتها تبقى صافية. بصوا دي مرحلة تانية من الغليان، دي اخر مرحلة خلاص، انا هشيل الريم دي اخر مرة، بعد كده هنبتدي ننكه اللحمة بتاعتنا بقى. في المرحلة دي ما تغطيش الحلة لان ممكن الحلة لما تغلي الريم ده يفور وهيطفي النار وهيبقى فيه مشكلة، يعني خلي مرحلة تغطية اللحمة دي مش دلوقتي، في النص. بصوا بقى انا هضيف ايه؟ طماطمايه قطعتها بالنص، وبصلايه قطعتها 4 بصلايه صغيره، وبصلايه صغيره برضو بشرتها.
دي المنكهات اللي انا هحطها. حابة تضيفي جزر، كرفس، يعني المنكهات بقى اللي انتي بتحبيها، بس هي دي الاضافات بتاعتي اللي انا بحبها على اي شوربة لاي نوع من اللحوم بقى، او طيور او حمام او بط، يعني هي دي المنكهات بتاعتي، انا ما بضيفش اكتر من كده، لان انا بحس ان انا لو ضفت جزر او كرفس او اي حاجة تانية معاهم انا كده هقلب الشوربة لشوربة خضار مش شوربة. انا كده عايزة استمتع بطعم اللحمة، او لو بتسألوقي فراخ تستمتعي بطعم شوربة الفراخ. طبعا انتي بتحطي كمية مية مناسبة لكمية اللحمة اللي انتي حطاها، ما تكتريش المية قوي علشان الشوربة ما تبقاش خفيفة وما يبقاش ليها طعم، وفي نفس الوقت المية بالمستوى المناسب لكمية اللحمة بتديكي طعم مركز للشوربة كده وبتبقى جميلة. بصوا هي كده خلاص خلصت الريم خالص ونضفت المنكهات، هي كده بتاعت اللحمة بتاعتي في نص مرحلة التسوية وابتدت تدخل في السوى الكامل خلاص. وشايفين في الحلة الشوربة ابتدت تبان، الدهون بانت والشوربة اخدت لون الشوربة. انا في نص مرحلة الغليان بهدي النار شوية وبغطيها علشان اسرع من سوى اللحم. في 3/4 تسوية اللحمة انا بقى بضيف الملح والفلفل، ما بضيفهمش من الاول علشان ما اقللش من نضج اللحمه، انا بضيفهم في الاخر في الربع الاخير من التسويه. انا بضيف ملح وفلفل، حبه تضيفي لوري، حبهان، زي ما انت تحبي تضيفي الاضافات اللي انت بتحبيها، بس انا بحب لما اللحمه يكون نوعها كويس ما زودش في النكهات، عايزه استمتع بطعم اللحمه نفسها. في ناس بتحب تحط مستكه، المستكه دي هتسيحيها بمعلقه زبده في الاول قبل تشويح اللحمه، بعد كده هتضيفي اللحمة وتشوحيها لما المستكة تسيح وتاخدي بقى ألذ طعم للشوربة واللحمة كمان. زي ما انتوا شايفين كده الشوربة بتاعتي صافية ورايقة، لكن في نفس الوقت انا نكهتها بنكهات بسيطة فعطتني طعم جميل وشكل حلو زي ما انتوا شايفين، واللحمة بتاعتي استوت خالص. طبعا الشوربة ديت بقى الاساسي اللي هتعملي بيها اي حاجة انت عايزاها، عايزة تعملي شوربة لسان عصفور، عايزة تعملي شوربة بالشعرية، عايزة تضيفي الشوربة على تسوية خضار، عايزة تعملي فتة، كده احنا عندنا طبق شوربة ملهوش حل، طعمه حلو قوي وعملناه بطريقة بسيطة ما خدش وقت خالص. لو انت لسه بتشوفي الفيديو اعملي لايك للفيديو، لو انت لسه جديدة على قناتي مطبخ توتي اشتركي في القناة، هتلاقوا عندي في القناة في اللحمة بالبصل وصفة تحفة جدا طعمها حلو قوي. هسيب لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف للي حابب يشوف الفيديو، ولو شفتي الفيديو وعجبك اعملي له لايك، ولو انت لسه ما اشتركتيش في قناتي مطبخ توتي اشتركي فيها وفعلي زر الجرس على كلمة الكل ليصلك كل اشعار جديد. الوصفة خلصت، سلام، القاكم في فيديو جديد عن قريب ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.